السلام عليكم، ياكم حسين انجل. اليوم حبيت اشوفكم الفاير فينيش. الفاير فينيش راح اعطيكم هواي معلومات عن الفاير فينيش، شلون تكون الطيره وشلون تكون الفحل، الشكل مالتهم شلون يكون الاختلاف، شنو راح يكون الاكل مالتهم والغذاء مالتهم وشلون راح يكون العش مالتهم. بالنسبه اذا شلون نعرف الذكر من الانثى، الفاير فينيش يكون الفحل مالته اللون مالته كله يصير على حمار مثل ما تشوفون بالتصوير. يجي يوبا على راح يصبغ يصير اللون مالته اطوخ، بس نهايه هذا الشهر من بدايه نهايه التصفيه مالته. بالنسبه للطياره راح تكون عندها بس الحمار راح يكون من يم الذيل مالتها من يم البطن، شيء كلش قليل مختلف، والوجه مو احمر، لا الفحل يجي كل الوجه ماله احمر بالنسبه للفاير فينيش. بالنسبة للأكل مالته نفس المعتاد عنه، بس نقدر نخليله اللي هو الحبيبات اللي هي الكتان وياه نقدر نخبطه، يعني هو هذا بالبرية دائما شكو حبيبات موجودة يحب ياكلها، فأنا ما أقدر أمنعه من كل الحبيبات، لازم أخبط له الخبطة اللي قلت لكم بها سابقا شرحت عنها باقي المقاطع الفيديوهات. بالنسبة للفواكه كلها لازم تكون موجودة، اللي هو البرتقال، التفاح، التين، أي فواكه موجودة عندك بالبيت تقدر تقدمها لهن حتى يتعودن عليها وياكلن، لأن اكو شغلات هن ما يعرفنها وبعد ما واصلت لهن وما ماكلتن، ما ماكلهن ولا متعرف عليها، فأنت راح تقدر كل ما حتى لو ما ياكلها مرة مرتين ثلاثة هو راح يبدي ياكل، لأن أنت راح تحطه راح تقول هذا ما أكله وبعد راح تقطع عليه، لا مستحيل. هو اذا تحط له مرتين ثلاثه هو راح يتذوق راح ياكل ويشوف الطبيعي. وبالنسبه للخضروات شيء مهم لازم تخليه له هم يحب ياكلها. بالنسبه للتعشيش مالته الافضل ارجع واقول خاصه الطيور السيراد اللي هي البريه دائما تحب الكواخه اللي هي تكون مثل شبيهه الطبيعه اللي هو يكون الخوص، يعني بلاستيك انه لازم اذا انت طيورك لا هي منتجه خاصة إذا كانت بالخانات أو بالأقفاص فتنتج بأي مكان عادي كلش طبيعي، تخليها أي بيت راح تنتج، بس بالنسبة إذا تجي طيور خاصة صيد برية بعد ما منتجة، طبعا أنا يعني كل الطيور اللي تعرفوها عني أنا الطيور كلها جايبها ما منتجة، وأنا الحمد لله أنتجتها وصبرت عليها وأعطتني إنتاج مثل ما أنا أريد. فهذا الفاير فينيش انا اول ما راح اجرب به هو الخوص اللي هو الحمد لله بدا هسه يطبون به ويعرفون عليه. بالنسبه قرايته الفحل شلون تكون قرايه به، صوت عالي او صوته حلو او مو حلو، صوته كلش حلو بس مو من المغردين، مو مثل الفراوله فينيش او باقي المغردات. طبعا بالنسبه للتكاثره راح يكون بدايه الشتاء لان ما يحب الحر كلش، بدايه الشتاء ان شاء الله راح ينتج واشوفكم انتاجه. طبعا انا محضر للدايات مثل ما متعودين عليه ومثل ما انا قايل لكم عليه، الافضل والاحسن انه لازم نخلي له الدايات حتى من نجرب احنا بالبدايه ونضحك بيض مالته، لازم نكسب من عند الانتاج حتى الانتاج مالته اقدر اتصرف به بكل طرق، شلون انتج به بعد وكم شلون اطلع من عنده فما يتعبني. وان شاء الله وراها اخليه هو ينتج شيء طبيعي. ان شاء الله اي معلومات على الفاير فينيش يريد يسال يجاوبه ان شاء الله، ويريد يعرف شلون بعد شغلات ان شاء الله راح اوصلكم. انا مو اول تصوير راح اصوره له، بس هم من ينتج هم راح اعطيكم الى تصوير وش راح يسوي وش راح يلمن عيش، وراح اعطيكم ان شاء الله فيديوهات عنه ان شاء الله. تحياتي وياكم حسين انجل، مع السلامه.